مع ضبابية الأجواء التي تسود الاقتصاد العالمي ودخول الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في أزمة ديون دفعتها إلى شفير الهاوية، يرى الخبراء السيناريوهات المختلفة حول ما ستؤول إليه الأحداث خلال الفترة القادمة التي ركزت على أنها تحتاج إلى المزيد من الوقت لتتوضح الصورة. هناك عدة سيناريوهات محتملة، يمكن أكثرها واقعية هو خروج اليونان على الأقل من تحت مظلة دول الاتحاد الأوروبي، أو على الأقل من تحت مظلة اليورو مع بقائها كدولة من دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. المشكلة تكمن في هذا الأمر، أنه في حالة خروج اليونان وإشهارها لإفلاسها، فإن البنوك الألمانية والفرنسية بصورة خاصة سوف تتأثر بصورة سلبية من جراء هذا الإفلاس. ولكن يسعى البنك المركزي الأوروبي وتسعى الصندوق النقد الدولي لإعادة ضخ سيولة كبيرة في هذه البنوك لتجنب حدوث مشكلة سيولة تشابه ما حدث في عام 2008 مع بداية الأزمة المالية العالمية. بالنسبة لمنطقة اليورو هلأ في كتير سبيكوليشن، يعني ما في ثوابت. شفنا مؤخرا استقالة رئيس الوزراء الإيطالي بيرلسكوني، يعني لسبب أو لآخر، بس هو ما عندهم سيطرة، يعني قدرة على السيطرة على المشاكل المالية اللي عم تصير بإيطاليا، وارتفاع سقف الدين العام يعني ليتجاوز 300 مليار دولار. هلأ عم يدوروا على حلول بإيطاليا. إسبانيا ممكن تكون يعني الضحية القادمة بأوروبا. ففي تداخلات كتير، سواء بالآراء وسواء بالمقترحات وسواء على التنفيذ الفعلي. هلا اللي بهم المستثمرين إجمالا هو التنفيذ، يعني مثل ما شفنا إنه باليونان حطوا austerity measures اللي هي سياسة التقشف، مقاييس سياسة التقشف، ولهلا ما أثبتت أي نجاح. بإيطاليا هلا عم يحطوا مقاييس لسياسة التقشف الجديدة، وما حدا بيعرف إذا رح تنجح أو لا. Definitely Europe is facing one of the worst situations that ever they're facing since بلا شك تمر أوروبا بأسوأ ظروف لها منذ تأسيس المنطقة، لكن آمل أنهم سيتمكنون من إيجاد الحل لهذه المشاكل مع المضي قدما. إذا لم تدعم كل من ألمانيا وفرنسا اليونان في نهاية المطاف وخرجت اليونان من منطقة اليورو، سيؤثر هذا على الثقة باليورو، لأن هذا سيعكس غياب الدعم فيما بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو. التهديد الذي يواجه الاقتصادات العالمية وإيطاليا تحديدا التي دخلت حديثا في قلب الأزمة أدت إلى توتر أسواق المال والسندات وزعزعة الثقة لدى المتداولين، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى اقتراح تجميد التصنيف المالي لعدد من دولها في حال تلقت مساعدات دولية أو إذا ساهم تصنيفها في عدم استقرار الأسواق، الأمر الذي أشار إليه الخبراء بإمكانية عودة الثقة ولو تدريجيا إليها. حاليا بالوقت اللي احنا فيه المستثمرين ما بقى عندهم خيارات مثل ما هن بيحبوا لأنهم يستثمروا فيه. عادة مثلا مثل بأوروبا كان المستثمر يتجه صوب السندات اللي بتصدرها الدولة، لنبسطها بطريقة بسيطة. اليوم لما الدولة ما عم تقدر تدفع على سنداتها أو الدولة عم بتفوت بمشاكل وعم تعطي مردود، المستثمر صار ما عنده ثقة لا أصلا بالشركات اللي موجودة عنده، وما عنده ثقة بالأم الاقتصادية اللي هو البلد تبعه كمان. هيدا مأثر على المستثمرين، وهيدا مأثر على سمعة المصلحة، وهيدا مأثر على سمعة الاستثمار، لدرجة في بعض الناس يلي ما عنده معلومات كافية عن الاستثمار وطرقه وكيف الواحد يشتغل بخطر مدروس أو بكالكوليتد ريسك مثل ما بنسميه، صار يعتبر الاستثمار انه على طول خسارة، او الدخول بالاسواق المالية او الاستثمار شيء منه كويس. وللأسف لانه وسائل الاعلام بتنقل اخبار الاسواق شو صار فيها والدول شو صار فيها والمشاكل الاقتصادية. ترتبط الثقة بمع من تعمل والى من تنتمي، ففي نهاية المطاف نحن ننتمي الى هذه الاسواق العالمية والثقة موجودة. اكيد اختلف حجم الاستثمارات من ما فترة قبل الأزمة وخلال الأزمة وما بعد الأزمة، لأنه صار في اختلاف بمعدل الفوائد بالنسبة للبنوك. فيعني معظم المستثمرين صاروا يدوروا على استثمارات بديلة مع خفض معدل الفوائد
بشكل عام. طبعا بالنسبة للاستثمارات المالية تحديدا زادت بفترة ما بعد الأزمة، لأنه صار معظم المستثمرين يدوروا على استثمارات بديلة. And these will cause a lot of problems and panic in the market. And the panic and all these will then relate to what? سبب هذا ذعرا وخوفا كبيرين في الأسواق، اللذين بدورهما سيؤديا إلى عدم إنفاق العملاء أموالهم بل الاحتفاظ بها، بالإضافة إلى محاولة إيجاد صناديق تحوط أخرى للحفاظ على سيولتهم النقدية للحماية من مشاكل محتملة. برأينا هذا المجال من الأعمال في المشتقات وسعر الصرف والمعادن النفيسة كلها منتجات مفيدة في حال روجت لها الشركات بالطريقة الصحيحة وستنمو في الأسواق العالمية. Beneficial and would be continued. We continue to grow in the global markets. التذبذبات التي تشهدها الأسواق العالمية شجع نسبة كبيرة من المتداولين إلى التحول من الأسواق المحلية إلى العالمية بسبب وجود آلية شورت سيلينج، والتي من المعتقد أن يتم تطبيقها في الأسواق المحلية خلال الفترة القادمة بعد دراسة السوق بعناية. أكيد طبعا التذبذب الحاصل حاليا بسوق العملات هو مشجع أكثر للمتداولين، خصوصا بعد المشاكل أو الأمور اللي حاصلة بأوروبا والعجز اللي عم يصير ببعض الدول. هذا الشيء طبعا بيشجع أكثر المستثمرين مثل ما حكيت للدخول بالسوق. المتداولين بدهم حجم تداول عالي بيكون بالسوق، بدهم طبعا تذبذب أكثر بحيث يكون في قدرة على جني الأرباح، وهذا اللي بيميز سوق العملات. سوق العملات اللي بيختلف عن باقي الأسواق الثانية مثل أسواق الأسهم مثلا اللي ممكن حاليا فيها مشاكل ببعض الدول. سوق العملات بيفرق عن الأسواق العربية عنا والأسواق الأجنبية، خاصة بتفرق عن الأسواق العربية، أنه ممكن المستثمر يستفيد بانخفاض السوق يلي هو نظام الشورت سيلينج نحن بسميه. بالأسواق العربية سمعنا من فترة أنه الإمارات عم بتفكر تطرح نظام الشورت سيلينج بالسوق الإماراتي، وهيدي ظاهرة قوية لجذب كمان الاستثمارات. عادة مثلا بالعملات ممكن الواحد يستفيد في حال السوق كان عم بيهبط أو السوق كان عم بيرتفع. هيدي الميزة في حال دخلت على الأسواق العربية بنحس نحن ممكن تنشط الأسواق العربية، بس أكيد الاقتصاديين اللي بشكله الشكل النظم الاقتصادية بالبلد أو النظم الاستثمارية كمان بدهم يدرسوا سيئاتها مثل ما كمان إلى حسناتها لجذب الاستثمارات. الفرق ما بين سوق العملات وأي سوق تداول تاني، العملات بيبقى سوق مفتوح لمدة 24 ساعة 5 أيام في الأسبوع، فبيبقى فيه شفافية أكتر. يعني ممكن يبقى عميل في أستراليا وعميل في أمريكا وعميل في اليابان، الثلاثة بيشوفوا نفس السعر في نفس الوقت. فاللي بيخلي أي عميل بيسيب السوق المحلي بتاعه ويروح لسوق زي سوق العملات هي الشفافية، وإن الماركت مفتوح 24 ساعة وفي أعلى سيولة موجودة في العالم. يعني على سبيل المثال لو حصل حاجة أو خبر طلع، لو انت بتشتغل في سوق محلي مش هتقدر تعمل حاجه غير لما السوق المحلي بتاعك يفتح. لو ما تقدرش تخرج من البوزيشن بتاعتك، عكس العملات ممكن تخرج من البوزيشن في اي مكان في العالم، تقدر تتريد وفي اي وقت. ومع الشفافيه التي يتميز بها سوق التداول المالي العالمي الذي يبلغ حجمه 100 مره اكبر من سوق الاسهم، ووصول حجم التداول اليومي فيه الى 4 تريليونات دولار يوميا، انتعش قطاع التعليم لهذه المهنه ودخل متداولون جدد فيها لما توفره من السيوله بسهوله ومرونه وقله كلفه. الإقبال على التداول، على التعليم التداول مرتفع بشكل عالي بالأسواق العالمية زي أسواق التداول بالعملات. ملاحظين أنه طلاب اهتماماتهم تحولت من تداول بالأسواق المحلية للأسواق العالمية لعدة أسباب، منها أنه الشورت سيلينج مسموح، بيقدروا يعملوا شورت سيلينج، الليفرج عالي، الماركت مفتوح 24 ساعة 5 أيام، فهذا عامل عندنا إقبال في الأكاديمية. نحن بالخليج وبالعالم العربي وبالشرق الأوسط من قلة المعرفة بهالموضوع عم تخلينا شوي ما نتقدم بهالموضوع كتير منيح، وإن شاء الله بعد ما نعمل كم سيمينار شوي يسقف هالعالم، إن شاء الله بصير عندهم الفرصة يفوتوا بهالسوق ويستفيدوا منه بطريقة أكيد مدروسة، مش بطريقة عشوائية. يعني قيمة هذه التداولات عالميا يوميا 4 تريليون دولار، أي إنها أكبر تجارة في العالم وأسرعها وأكثرها مرونة وربما أفضلها لتوفير السيولة في زمن الشح المالي، لكن يجب التعلم لأجلها، يجب التدرب عليها، ويجب التواصل مع الوسيط المالي اللي بيعطي الثقة. Seen years and years and years
people have been more dependent in the Middle East. لقد شهدنا لسنوات عدة اعتماد المستثمرين والمتداولين على منطقة الشرق الأوسط للاستثمار والتجارة وإلى ما هنالك. برأينا للشرق الأوسط تأثير كبير على الأسواق العالمية، وليس فقط في التجارة بل في القطاعات المختلفة. فمع دعم النفط للقطاعات الأخرى وليس التركيز فقط على التجارة، لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي دور كبير تؤديه في المستقبل. GCC is the region to look up for the next year to come. البنوك المركزية بدورها لعبت دورا حيويا في الحفاظ على أسعار صرف عملاتها لمنع انتشار أزمة الدين الأوروبي التي من المرجح أن تزيد إذا ما أجبرت دول مثل إيطاليا واليونان وأيرلندا والبرتغال وأسبانيا على تبني إجراءات تقشف صارمة من أجل تجنب أن تدفعهم سوق السندات إلى التخلف عن السداد. مثل ما بنعرف انه لما بترتفع عملة يعني ما بتعود كتير اتراكتف للاستثمارات الخارجية لشراء سواء بضائع، يعني بضائع على مجمل انواع. فالمركز الياباني ضخ بعض السيولة بالاسواق المالية لحتى يحد من ارتفاع الين. هذا الشيء اخذ طبعا ردة فعل على مستوى قريب بس، يعني ما اخذ على مستوى بعيد، لكن نحن بنتوقع انه يكون في عملية تانية من التدخل من المركز الياباني لحد من ارتفاع الين. في ظل الأزمة المالية التي نمر بها حاليا والأزمة الاقتصادية، حدث قوة غير طبيعية لبعض العملات منها الين الياباني والفرنك السويسري ضد بقية العملات الأخرى، وهذا الأمر بيؤثر بصورة سلبية كبيرة على اقتصاديات هذه الدول، لأن اقتصاديات تعتمد على التصدير وتعتمد على جذب سياحي، وقوة هذه العملة تؤثر عليها بصورة سلبية. ولهذا الأمر تدخل البنك المركزي السويسري أكثر من مرة والبنك المركزي الياباني لخفض سعر صرف هذه العملات وللإبقاء على سعر صرف مناسب يساعد هذه الاقتصاديات على التصدير أكثر من أي شيء آخر. بالأوضاع الحالية الأسواق شايفة بعض أرقام قياسية عمالها بتصير على العملات الاندايركت زي الفرنك السويسري والدولار الكندي. اليورو عمال، هي اليورو زون عموما محتارين شو يعملوا فيها. في بعض الدول بتحارب الانفليشن وبعض الدول في اليورو زون بتحارب الديفليشن، فملاحظين انه اليورو عمال بيشتغل على رينج ما بين الدولار 40 سنت للدولار 31 سنت. بس كتريدر هذه عباره عن ادفانتج، لما يكون في بيج فوليوم في الماركت، في حركه بالسعر الكرنسي للانسان بحيث انه يتداول فيها ويحقق فيها ارباح. الركود والإفلاس هو السيناريو الأسوأ الذي يواجه منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، وذلك بعد أن سجلت نموا متواضعا بلغ 20% خلال الربع الثالث من هذا العام، وكان الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 1.14% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوما جزئيا بالإنتاج الصناعي الذي جاء قويا على غير المتوقع في أغسطس آب الماضي.